يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أخبرني أحد الإخوة أنه شكى أمره بعد الله سبحانه لأحد المشائخ الفضلاء من كبار العلماء وما أصابه وأصاب أبناءه، فقال له هذا الشيخ تقرأ سورة الأنبياء عند النوم لمدة 7 ليال ثم سترى العائن في الليلة الأخيرة في منامه. يقول هل يعمل بهذه الفتوى؟ لا أعلم لها أصلا، لا أعلم له دليلا فيها. نعم.